كنشكركم على الحضور ديالكم، وكنشكروا الناس ديال الصحافه اللي كنعتبروهم شركاء ديالنا، حيت حنا مؤسسه خصائيه، ولكن واخا هكاك عندنا امل على اننا نحاولوا كما لا توجور في اشوام هذه 30 عام، على اننا نحاولوا على اننا نعاونوا في التطوير ديال الجهات اللي حنا كاينين فيهم. هذا الموضوع ديال اللقاء ديال هذا النهار كان لقاء تعريفي بالمؤسسة وبشنو كدير، ولكن خاصة اللقاء اللي بريزونتينا فيه لو بلان داكسيون ديال هاد السنة، و سي ان بلان داكسيون اسي امبيسيو اللي كان فيزيو به على اننا نكونتريبيو في لو ديفلوبمون ديال الجهة ديال فاس مكناس. كان لقاء هذا هو الغرض ديالو، ولكن تحول في لحظات كبيره لقاء ديال نقاش مع صحفيين اكفاء اللي عندهم معرفه بالمدينه وبلا ريجيون، واللي كيعرفوا المراه احسن منا، واللي نفعونا بزاف باراء ديالهم باقتراحات ديالهم. وكنتمنى باللي هاد اللقاءات حتى هي تداوم، وباللي كما قلت في الاول الا كنا كنعتبروهم شركاء على ان هاد الشراكه تنفع لي دو بارتي، وعلى اننا ممكن نعاونوا كل واحد من منطلق المسؤولية ديالو لأننا نعاونو في التطوير ديال الجهة ديالنا. وشكرا.